الميم مسخ، حتى التدويش كي تدوش ما تخرجش عادي كما قبل، تخرج مسخ. نقعدنا ندبروا هاو هذا يعطي في الماء، هاو هذا درا شنو. بالحق كارثه راهي صارت علينا في المرنقاي. توا وقت انا مراه تونسيه، توا وقت غسلين الفرارش وغسلين الزرابي، شنو نغسلوا فيهم ننشروهم يعطوا مسخي. الحكايه هي بدات نهار 31 ماي، بعد ما بعثت السوناد مراسله للبلديه باش تاخذ الاذن باش تقوم باشغال اللي هو باش تزيد كومكوا في الدي بي نتاع الماء، معناها عندها دي ترافو. دونك ما راعنا انه في ظرف 3 ايام وقت اللي رجع الماء رجع لنا ماء ملوث. تغير اللون، الطعم تغير الطعم، وايضا ماء غير صالح للشراب. تسألنا مثل ما تسأل المواطنين وتوجهنا إلى السلطات المعنية. شكون السلطات المعنية؟ هي أولاً السونات، شركة السونات، ثم السلطة الجهوية الممثلة في الوالي. وجهنا للطرفين هذوم، فتم عقد جلسة في البلدية مع شركة السونات ومع أيضاً الإدارة الجهوية للصحة، وصرح السونات بأنه تم تغيير الماء وربط الماء هذايا بغدير القلب بدون أي إشعار سابقاً على أساس أنه سيتم تغيير الماء تاع المرنقية. الماء كان جاينا من ماء بني مطير رجع لنا ماء غدير القلة. دونك اللي هي فيه هنا نسبة الملوحة باش نحكيو هكا كوم كوا تكنيكمون اللي يحكيو فيه هما. احنا نورمالمون دون لي نورم يقول لك الماء نسبة الملوحة نتاعو ما بين 0.2 و 0.8. احنا الماء اللي كنا نشربوا فيه 0.4 نسبه الملوحه. الماء اللي جابوه لنا دونك دابري جماعه من السوناد راهو دونك على خاطر هما وقعوا في تضارب ما بين كلامهم هما وكلام البي دي جي نتاعهم. دونك الماء اللي وصلنا نحنا وصلنا 1.2 وحتى 1.4، معناها شويه اخرين يشربونا من البحر. الماء نتاعنا ما عادش لا نجموا نطيبوا به، لا نسيقوا به، لا نعملوا به حتى شيء. عباد لاهي مدوشه، عباد لاهي تشرب، راهي ماهيش في الميزانيه نتاعنا احنا نشريوا الماء وما نجموش نشريوا الماء. احنا ناس زويبله والاكثريه زويبله في المرنقيه، شنو المقدره الشرائيه نتاعنا؟ يا ربي نخلطوا نكملوا نوكلوا ونشربوا صغارنا باش نزيدوا نشريوا ستيك الماء. وفي الصيف، في الصيف معناها شنو الحل؟ احنا كان معنا الاداره الجهويه للصحه وقامت بتحاليل في عده نقاط في المرنقيه، في بوراقبه، في الطاحونه، وايضا في بير بن جيمه. ثم تحولنا الى شركه هنا اللي هي تخدم وعندها محطه معالجه، والمحطة هذه قاعدين يراقبوا فيها يومين، واطلعنا على عين مكان بأن هناك معناها نسبة الأملاح في المياه تغيرت من 300 إلى 1200، وأيضا نسبة الكلور صفر، وهذا منشور أيضا حتى على الفيسبوك ووريناه للسلطات المعنية. المشكلة الكبيرة اللي زادت معناها عمقت الكارثة، اللي عملنا اجتماعات مع مسؤولين منهم السيد الوالي، السيد المعتمد الأول، البي دي جي متاع السونات، بحضور الأمنيين، قالوا لنا باش نرجعوا لكم الماء، تروحوا لدياركم باش يرجعوا لكم الماء. ما يرجعش الماء، يقص في بلايس ويحل في بلايس، عاملين معنا شونتاج. معناها هذية اللي خليت ما فهمتش شنو يحبوا يوصلوا به. بالحق معناه انت كي ما تنجمش روحك ما تعطيش وعود زائفه. السلطه نتصور انا قاعده تخدم ولا تربح، تحب تكسب الوقت. تكسب في الوقت كيفاش؟ عرفتها تمشي له بحكايه يسكتك ويقول لك اوكي نرجع لك ماك، تروح ما تلقاش ماك. شو ولا يعمل؟ ولا يعمل معاك في شونتاج، ولا يضرب في بلاصه ببلاصه. احنا معتمديه المرنقيه راهي فيها 63,000 مواطن. ال 63,000 مواطن تجي انت حومه تخدم لها نص ساعه ماء، تقص عليها ترجع الحومه الاخرى. راهي فما عندنا حوم لليوم عندهم 8 ايام بلاش ماء. 8 ايام والله العظيم. فما ناس الحمايه المدنيه هي اللي تفرق في الماء للمواطنين. راهي ماهيش في موروثنا، ماهيش في عاداتنا باش نشريوا الماء. احنا ساعات تجي عباد تقعد في قهوه نلقاهم هبط دبوزه ماء، نقولوا مش من المرنقيه، هذا ضيف عنا ما يعرفش على خاطر ماء المرنقيه كيفاش. احنا كسلطه محليه متحركين في عدة جوانب، متحركين بجوانب قانونية. الساعة احنا مقدمين قضية بالسونات
ثم باش نخرجوا خبير لمعاينة الشبكة، ثم أيضا متواصلين مع السلطة، رغم أني أنا إلى حد الآن نقول ما عنديش ثقة في السلطة الجهوية أنه باش تلقى حل، لأنها متناغمة مع الحل اللي لقته السونات، وربما السونات أيضا ما تحبش ترى الحل لأنه ستتهم بالفساد، لأنه هذا المشروع اللي عملاته دون استشارة ودون توافق ربما باش يخليهم في موقع المسؤولية.